يلا يا سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، وإليك تحيا قسم المتون العلمية. لينك كدرس الأسبوعي كي بقى تفسير القرآن الكريم إلى اللغة المحلية كتي خاني كي بقى تنسوني كان خاني. الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا إغنات لنا حتنوني بما أنزل الله كي بقى الله قريان خاني قالوا إنما نكون ناتي نؤمن ونتمنى بما أنزل علينا كيف ينقم ويكفرون ويكفرون بما وراءه كيف يكن فل كيف يكن فل هو الحق كيف كان تنقو أنجل الله نقو مصدقا أتمنى تكن لما ما هم كيف يكفن قل فلما تقتلون أنبياء الله من هكا الله نجم منكر من قبل كي كان إن كنتم يلحقنا مؤمنين حقنا سرطنغنتو. ولقد جاءكم موسى بالبينات موسى ري أدو دليل قل اللي ثم تخذتم إجلا ساق حدود اللي من لك حقا باتا من بعده موسى دقفل وأنتم حكونا ظالمون حقا حدودو igat wudon lemme na to gumbul lemme musa gare kama ngundal lamaru tanna ta kibito gar na diñi bi soronga yede kelle ga iga batta woni dara kan na kara no khun yogoni e harun gatu musa nga am bram anam baqi ya gundi son no bi soronga idi nyamri ikorila
il soro ñamari mi ñamari mbatu ay nam wala fokk fi amon signo yek fi ya hasan kiyo sema ha tay boñu lekat atafasir iga digam bi ko ke kundu al ayyim man ngal digam bi ko agati قل فلما تقتلون الأنبياء لا من حق على النبي من قبل إن كنتم مؤمنين يلا حق مؤمنين وقال أبو جعفر ابن جرير التبري قل يا محمد اليهود بني إسرائيل درام بيجر سرون كري إذا قلت لهم آمنوا حقا تقتلون بما أنزل الله كيف قال الله قال ينحن قالوا إن نؤمن ونتقتل بما أنزل علينا كيف ينقم أي لما تيركين يا جنتم لما تقتلون كم مغون حقا سرون كري إن كنتم مؤمنين يلا حقنا تنون دانو بما أنزل الله الله كيف ينقان دي على ماذا تفسير تحمقا الله كيف ينقان دي على نبي الله على النبي من كما من حقا يا معشر اليهود حرتنا اليهود سرون فبر النيام جكم فبر النيام بالخوم السوء يقول له نيكوا يا معشر اليهود وقد حرم الله على رجع حرامه حناميكري حنامي بكان حكاني على رجع حرام هبا من نهاك كن بدي لك تقول لي كيف يان خيا ناوت قلت تورا ثم كن تاني لكن يان خيا من نهاك قايل لي كافرا غنوتي الله غير حنا مر كيف خان سكرو عند بني من بتي خان سكرو كيف قال تورا ثم نقول فلما تقتلون الأنبياء من نهاك الله عند بني منكر ليه أركوا عن أنتي يسفن ترى خنيا يهودين غا يعني سرهم فو بول بول أتي ثم تقسم إجلا ساجر ورا لمن بط أي ما عبودا من دون الله إذا بتك في الله في زمن موسى وقت إذا كم بط إذا كف الله كان شركنا إذا أنت ما هو تعرف الشرك أنا في عبادة خير الله مع الله ها في عبادتي أن سر كف الله أن غبت كيف الله سر بي أن صلي لأن صومي لأن جكنا خان الله بغانغو لأن ستنا كيف يتن كي رأن مشرك هناك في فرق أما كافر نسر بي أغم الله بطي ما لو أكم الله ما بطو أكما يعني كافر أما الملحد كن كم من إيمان تنو كم من شن تنو في نكوي ما نبرن تيدو وما هلكنا إلا الدهر فهون توقعنا وقت كي أنت كنا رانو هلكني من صح إذن هناكو فتام فانش بكمي نعم لا الله نكتفي بهذا إلا قال لي هذا وأنا عارف لازم وإذا أخذنا مستعقل مركي متوه هم جوفيك نعم كل هنا كتاب تنقل هنا بري سوى يقولون ضيوف من كبها يا لو لم نبوش من كبها يا حركة تفسير كيف عملنا أبو بكر أنا فاهمون 100% الحمد لله إذن نكتفي بهذا القدر كفاية كيف يقول تنقلي أنا أمراجع أنا فون قرأ أنا مراجع كان قفني أنا مغ أنا فون قرأ أنا مراجع قفني أنا مغ فو أنا مراجع سرون ترندين ديني دائما كان كتابني قاعد خرجني هروح يا سويا قولي ترندي مين غير كتابك يعني بعد